وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار. وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورنات الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس. ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا فلسطين. يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يالي. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين.